مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت الأجواء شديدة الحرارة ومرهقة في عموم مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الربع الخالي وأيضا منطقة تهامة مكة، بينما الأجواء كانت أكثر اعتدالا في المرتفعات الجنوبية الغربية. أيضا تكاثرت كمية من الغيوم الركامية الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية وهطلت زخات متفرقة من الأمطار. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم في عموم مناطق الجزيرة العربية توضح انتشار لكمية من الغيوم العالية والمتوسطة في أجزاء من المدينة المنورة وعموم السواحل الوسطى من البحر الأحمر، في حين انتشرت كمية من الغيوم العالية في أقصى جنوب المملكة، بينما سيطقس صافي في باقي المناطق. تحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم وحتى بداية الأسبوع القادم، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاعات خلال الأيام القليلة القادمة في المنطقة الشرقية لتلامس 50 درجة مئوية. لكن قبل ذلك يوم الخميس سادت أجواء حارة، درجات الحرارة كانت في أواخر أو في منتصف إلى أواخر الأربعينيات في منطقة حفر الباطن الشرقية وأيضا منطقة الإحساء ومنطقة الربع الخالي أيضا وأجزاء من المناطق المنخفضة من الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية. يوم الجمعة بإذن الله تواصل درجة حرارة ارتفاعها خاصة في المنطقة الشرقية لتسود أجواء حارة ومرهقة بشكل عام معتدلة في المرتفعات الجنوبية الغربية. يوم السبت ارتفاع واضح على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، هذا الارتفاع على درجات الحرارة هو ناتج عن اشتداد في المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية فوق عموم الجزيرة العربية. هذا المرتفع الجوي سيتسبب في اشتداد درجات الحرارة في عموم مناطق العراق أيضا الكويت الأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية وعموم دول الخليج العربي. يوم الأحد أيضا تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتلامس هذه المرة 50 درجة مئوية في المناطق الداخلية من الشرقية وأيضا أجزاء من حفر الباطن، أجزاء أيضا من منطقة الإحساء والربع الخالي، بالتزامن مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية خاصة في المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي. نذهب الآن للعاصمة الرياضة توقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الجمعة 43 إلى 28 درجة مئوية، يوم السبت نفس الحرارات والأجواء تقريبا، ويوم الأحد المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة 44 إلى 30 درجة مئوية. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. تبوك أجواء حارة 41 إلى 26، سكاكا أجواء شديدة الحرارة 44 إلى 30، ونفس الحرارة في مدينة عرار. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 45 إلى 32، جدة 33 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 41 إلى 31، والطائف زخات رعدية من الأمطار 34 إلى 26 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في أبها 32 إلى 20، نفس الأجواء والحرارات في الباحة، أما جازان 37 إلى 31 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، الدمام 42 إلى 30، حفر الباطن رياح نشطة وأجواء شديدة الحرارة مع 46 إلى 30 درجة مئوية، والإحساء أيضا أجواء حارة 46 إلى 29 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس صافي 43 إلى 28، بريدة 43 إلى 30 درجة مئوية، وحائل 41 إلى 30 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.